خش يا عتمان. اخش في ايه؟ خش في عبي. خش في ايه يا بنت؟ انت هتنكد عليا حتى في الصباحيه؟ اهدي انت هنا يا حفيظي. يخرب بيتك، الاهي لا يصبحك ولا يرباحك. ايه يا بنت اللي انت لابساه دي؟ وماله يا اختي لاني لابساه؟ اهي اللي غيران مننا يلبس زيني. خش يا بنت استري نفسك بحاجه وتعالي، انا عايزاكي. عايزاني؟ عايزاني في ايه يا اختي؟ هو اني قادره اعمل حاجه؟ داني ما نمتش طول الليل والنوم كبس علي اخر كبساني. اصل عتمان ما نيمنيش. يو ده انت طلعت مسخري. بطني صداع الحمام. صباحية مباركة يا عروسي. الله اكبر الله اكبر. اه والنبي هي دي العرايس ولا بلاش؟ والنبي يا بنتي يا فاطمة، انا لو زي كده لكنت سويت الهوايل. تسلميلي يا سلفتي، تسلميلي يا حبيبتي يا غالي. اعملي لي فنجان قهوه سادي وفقشي لي بطان انا وسيدك. شوفي الوليه الناقصه دي، بدل يا اختي ما تباركي لها وتديها نقطتها. خلي النقطه للي هيجيها نقطه. برايه يا درتي، داني في صباحياتي، ده انت شكلك انهبلتي اخر هبلاني. ايوه يا توتو، هجيب لك خيار يا نور عيني وجايه لك على طول. العمدي توتو. طب يا اختي ما تبقيش تنسي تليفي له ظهره. ماشي يا توتو، يا رب تموتوا. اي طب ايه؟ يو على فين كده يا ست منتا؟ ما شاء الله، هي مروحة مصر صد رد كده فجأة عملتك افندي ومتقيف. ايه ما عجبش كده؟ على العموم انا نازله مصر دلوقتي ولازم اكون في استقبال عادل بيه. طب والعروسه؟ العروسه بقى هاتيها انت وتعالي، انا شفتها وعجبتني، ما دام عجبتني يبقى اكيد هتعجب عادل بيه. ومال خلاص اجيب العروسه واجي، بس انا كنت عايزه اقابل عادل بيه واتكلم معاه. عايزه عادل بيه في ايه يا روي؟ وكلامك معاها هيبقى في ايه؟ بصي يا ست منتهى، ابو العيله بقى جوزي وانا مش ناويه اخبي عنه حاجه. اتكلمي وقولي عايزه ايه، انا متاخره ولازم امشي. عايزه عادل بيه يرضى عن ابو العيله. يعني ايه؟ يعني يبقى من محاسيبه، يقف جنبه ويسانده، يعني يبقى واحد من رجالته، وانا تحت امره في اي حاجه يطلبها ان كان انا ولا ابو العيله. وانت بقى فاكره ان عادل بيه هيستنى منك فلوس انت ولا ابو العيله مثلا؟ كل بحر بيحب الزياده يا ست منتهى، وبعدين احنا هنعمل له صيت ومركز في البلد وحواليه. هو يا حبيبتي مش محتاج للصيت ولا المركز في البلد دي. طب ايه هو يحتاج ايه؟ انت قولي لي بس وانا تحت امره من ايده دي لايده دي، بس كده يقوينا على عتمان واللي زي. وبعدين انت وعدتيني يا ست منتهى. طب ربنا يسهل، خلي البت تعجبه بس وانا هشوف. وان شاء الله ما عجبتوش، في مليون غيرها، دي البلد مليانه. بلد ملياني؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا راوي؟ استنى انت بس يا ابو العيله هفهمك بعدين. تفهميني ايه؟ انت اتجننتي يا بت؟ ولا اتاري اللي كانوا بيقولوها عليكي صحيح؟ بتجري في الاعراض يا راوي وعايزاني اساعدك؟ يا ده يا دق ايه غبيه وهتودينا في داهيه. اعراض ايه يا ابو الحلم؟ ازاي انت عايز تحسبها كده؟ يعني بعد اللي عمل معاك العمده وما انتش عارف تنساه وتقولي اعراض وما اعرضش؟ ما قلت لك استنى وانا هفهمك. دهدي تفهميني ايه؟ تفهميني ايه؟ لو انا مستني انك تفهميني. قلتلك ابو العيله له من تبنا وله زينا، وهيقعد كل شويه يقرفنا. انا مش عارفه انت ماسكه فيه ومثبته كده ليه. اهو اديكي شايفه اهو. ما تاخديش في بالك اللي قاله واللي عمله دلوقتي. ابو العيله بس واخده الشهامه، بس لما يعرف انه لما يسمع الكلام هيحط مداس وبق اللي ظلمه مش هيقول لا، وهينفعني وهينفعك كمان. طب هشوف، بس انت ما تنسيش البت تبقى عندي بكره وعلى سنجة 10. مش هوصيكي. ما تشيليش هم. يلا سلام. مع السلامه.
بس يا اخويا شافتني بقى بطيب خاطر البت فاطمه بكلمتين عاديك على اللي قالته واللي عملته. ما هو عندها حق برضه يا عم، الغيره بتعمل كتير. وبعدين الصراحه يا عم البت فاطمه دي اللهم اني صايم. بيني وبينك البت فاطمه دي حلاوتها حلوه. بمناسبه الحلاوه يا عم، اني بالي شويه عرسوس يستاهلوا حنكك، هصب لك كوبايه ولا على ايه؟ بانك صايم. ايوه ماني صايم، بس زي ما تقول قمت الصبح كده بطني مغصه رجعت السحور كله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا شوف يا عم، ادام رجعت يبقى صيامك غير جاي الشرع. الله، رخصه ومدالك ربنا يا عم. ايوه ماني عارف، بس يعني من غير بس يا عم، ده من غير بس. ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. امال ايه يا عم؟ طب هي شوف، اني هجيب لك بقى كوبايه عرقسوس ما شربتهاش حتى من ايد الست حفيظه ذات. يا شيخ اتنيل، ما تشرب لك شويه هتلاقيك صايم انت كمان. ايوه انا صايم يا عمده، بس ما رجعتش. خد خد يا عمده، دي هتروق معدتك. ايه دي قدام الناس كده في الشارع؟ انت عبيط ولا ايه؟ واحد واخد باله يا عمده، واحد شايف حاجه؟ ده ايه الغباء ده؟ ايه؟ اشرب يا عمده، اشرب وانا هشوف لك الطريق. اشرب. ايه دي؟ مش دي البت راوية؟ اه والله هي. يا سلام، انا بقى كل ما اشوف البت دي لازم افتكر ابويا الله يرحمه لما مسك ابوه ومرمط به الارض. ابوها بقى كان عامل نفسه ان هو سبع رجاله في جلابيه واحده، ام ابويا كسر مناخيره وزل قدام الناس. ايه امال؟ وقفت هي بقى قدام مني تقول لي انا لازم اخد بطار ابويا، انا هعمل واسوي؟ بتهدد يعني كانه بصحيح. بس البت حلوت واتدورت قوي، بقت فرده. دورت ايه يا عم؟ راويه دي من صغرها وهي متدوره وفرد، بس دلوقتي بقت فرد بخربوش. ايه والخربوش ده يعني هتخربش به مين؟ هتكون بتخربش مين يا عم؟ هتخربش اللي حولي يخربش. طيب طالما بعيد عننا خلاص، بعدين سيبك منه، خليها في شغلها. طالما شغلها هي ما بيأذناش احنا في حاجه، يبقى احنا مالناش دعوه. هي يعني بتجوز البنات الصغيره الغلابه لناس من البندر معاهم قرشين حلوين، بيدوها قرشين والاهلها قرشين وبيتريشوا. انت يعني برضو لو حبيت تتجوز بنت كده وزوزه عندها 18 سنه عندها 11 سنه هتديها قرشين؟ امال ايه؟ بقول لك ايه، انا سامع البنت دي عندها تليفون في بيتها. قال اه ايه هي ليها طين حدانه؟ طين ايه يا عم؟ قول له عندها اطيار، عندها حتتين ارض يا عم. الحته الاولانيه بحر الطرق، والحته الثانيه غرب الارض اللي انت واخدها من ابراهيم الاباني، يعني بعدها بشويه كده. ايه يعني جار ارضي؟ طب ليه ما فكرتش تخليها تبيع لي؟ ولا انت يا شيخ بلد مالكش لازمه؟ ماليش لازمه يا عم، من ناحيه التفكير انا فكر. ما هو تفكير من غير تدبير ملوش لازمه. طب وانا هعمل ايه بس يا عم؟ الا ما انت عارف ان راوية دي سكتها صعب، وعارف انها قويه ومستقويه بناس كبارات في البندر وفي مصر، وما تاخذنيش يعني، ليها خاطر عند البيه المأمور. يا سلام، طب ما احنا كمان لنا خطر عند البيه المأمور. حضرة العمدة، فيه ايه؟ خير؟ مش خير يا حضرة العمدة. ايه ايه؟ فيه ايه يا حمار انت؟ هم قدامي. امسك البتاعة دي اشرب انت. ايه دي؟ استغفر الله العظيم. مبروك، قوم يا فخور وثلاث شمعات عشان اخويا يتوب. مات الفلوس تعريفة؟ معكش فكة ولا؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مين؟ وأنت مين؟ أنا مين؟ أنت فاطمة؟ بجد يا بيت؟ أنت فاطمة؟ ياه، الحلم بدأ يتحقق يا ولاد. أنا ياما حلمت يا بت إن أنا وإنتي لوحدينا كده في السرير. أنا مين؟ طب إيه؟ تقولي ولا أقولك؟ طب تجيلي ولا أجيلك؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الطعامة دي؟ أنا مش مصدق نفسي. إيه يا بنت الجمال دي؟ فاطمة؟ مش معقول. إيه دي؟
أنا أجاني. بعد ذلك يا فاطمة فيه إيه؟ مش هينفع يا أخوي، ماني قلتلك مش هينفع، ومقام السيح ما هينفع. سيح إيه؟ مش أكتر مني يا بنتي، أنا تعبان. اسمع مني يا أخوي، أنا خايفة عليك. إيه؟ يعني أنا طول الليل عمال أحايل فيك وأتحايل عليكي وأضحك معاكي وأقولك أنا مين وأنت مين؟ إيه يا فاطمة؟ ما تخلينيش. لا والنبي يا أخوي، والنبي يا أخوي ما تزعل مني ولا تاخدني غصباني، أصبر بس حبة. أصبر حبة؟ ماشي هصبر حبة. صبرت حبة أهو، كفاية كده؟ ولا أصبر تاني؟ يا بنتي كده الصبر طال. أصبر بس شوية كمان، هانت. ماشي ماشي. والله أصبر حبة كمان، أنا صبر أهو. يا بيت يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. صباحية مباركة يا عريس. مش شاكرين يا أختي، سيباني بقى في الوكسة اللي أنا فيه. الحقيقة عمدة علوان أخوك جاي. لا ما تخافش، علوان أخويا تصلح وبقى عالي العاد. ده آخر مرة قعد يكلمني في انه عايزنا اتجوز واخلف وكده. ايوه ايوه يا عمده، الركع النية والسراير. ايه السراير دي؟ السراير يا عمده اللي بتبقى جوه البني ادم دي. جيب لي سراير احنا هننام ولا ايه؟ سراير ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقعد يا علوان اتفضل. انا كنت عايز اكلمك في حكايه كده يا عثمان. اتكلم يا اخويا، اقول اؤمر، انا سامع. يعني عايز اكلمك بيني وبينك يعني. لا اتكلم عادي، الشيخ مبروك يعني هو راسي على كل حاجة، ده هو اللي. لا معلش معلش يا عم، أنا حاسبكم مع بعضيكم وأقوم ألحق صلاة العصر. لا والله ما أنت قايل، اقعد. الشيخ مبروك ده راجل طيب وبتاع ربنا، اتكلم قول. أنا يعني كل ما أجي أتكلم في الحكاية دي أقول عيب يا علوان ما يصحش، عثمان أخوك مش هياكل حقك أبدا. حقك إيه اللي أكله؟ إيه وادي الكلام اللي بتقوله ده؟ هو أنت تغيب تغيب وترجع تخيب؟ جرالك ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ فهيمة لعبت في ودانك وقومتك علينا. اسمع عاد انت، انا قلت لك قبل كده ان انت مالكش حق عندي، كلام ده قلته لك 15 مرة ولا انا مش فاكر كم مرة. ازاي يعني يا عثمان؟ زي ما بقول لك كده، هو انا مش مديك تمن فدادين؟ هم دول حقك، عايز ايه تاني؟ عايز بقى تاكل في حق اني؟ مش مكفينك التمن فدادين ترمح فيهم وتاكل من خيرهم انت وعيالك؟ جاي تنهب في حق اني؟ يا عثمان انا نصيبي من ورث ابونا الله يرحمه 22 فدان بالتمام والكمال، وانت ساعه لما اديتني الحجه بتاعه الثمان فدادين قلت لي ماشي حالك لغايه لما نقعد ونشوف، وهو من ساعتها لا قعدني ولا شوفني، والحسبه باينه. انا اسمتي 22 فدان، ده بالنسبه للارض بس، اما بقى بالنسبه للبيوت. حاسب حاسب حاسب، بالنسبه لايه والفيسبا لايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ لا يا حبيبي حسبتك غلط خالص من الاول للاخر. انا زي ما قلت لك كده، اهو الراجل ده شاهد علينا، ابويا كان يمتلك الاراضي دي كلها. إيه؟ قول له كده بذمتك. لا ما دام جيت لي ذمتي ابوك الله يرحمه اهو قال لك اهو، عشان تبقى عارف الحق والمستحق كده عيانا بيانا، ولا ايه بقى كده يا عثمان؟ ايوه كده وابو كده. بص يا حبيبي، ابوك مات على الحميد المجيد الله يرحمه وما كانش حيلته حاجه، انا بقى بمجهودي وعرقي اللي عملت اللي انت شايفه ده كله، واني من طيبه قلبي وحسن نيتي وخوفي عليك انت وعيالك اديتك الثمن فدادين دول، لكن تعمل ايه؟ تعمل شير تلاقيه خر. اللي هو اخيرا تعمل شر تلقى يعني. قوم ياد من هنا. انا هعرف اخد حق ازاي بقى منك؟ هتعمل ايه يا دلدول فهيمه؟ جاتك نيله عليك وعلى ربايتك، بقى هي دي المرجله؟ هي دي الربايه؟ تقف قدام اخوك الكبير وتنهده كده الكلمه بالكلمه؟ خلاص يا عمده،
هدي نفسك كمان، ما يستاهلش، وبين صحتها حرق دم. الله يحرق دمه. اي والله حفيظه كان عندها حق، الصنف ده خسيس ما يجيش غير بالدقه على دماغه. على مالك يا عم؟ قالوا انت تقول لي اخويا الولد صالح ده بيكلم، فاكره جاي يكلمك في الجواز والخلفه اياك. اي والله اخر مره قعد يكلمني قلت الواد عقل وربنا هداه، اهو رجع لجنانه تاني. سيبك منه بقى. ايوه عندك حق والله، سيبنا منه بقى. ايوه وخلينا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه بقى في موضوع ابو العيل؟ ايه الشملولة؟ هيه جات يا اخويا خلاص. كنت فين يا صاحبة العفة؟ مش بكلمك يا وليه، ما ترد تقولي كنت فين. الصباح رباح يا عمتي. الصباح رباح يا فاطمة. صباح ايه يا اخويا؟ ورباح ايه يا اختي انت كمان؟ صباح ايه ورباح ايه يا اختي انت كمان؟ انت ازاي تعتبي عتبة الدار من غير ما تاخدي اذن جوزك؟ هي سايبة ولا سايبة؟ انت مالكيش حاكم يحكمك؟ ايوه هي سايبه، انت مالكيش حاكم يحكمك. والنبي سيبني السعاده يا عم. سيبها السعاده يا فاطمه. اسيب مين؟ ده انا لو جوزك كنت قمت كلتك كده بسناني وقطعت لحمك نساير نساير ورميتك لكلاب السيكك. ايوه ده انا لو جوزك كنت فين انت السعاده لغايه دلوقتي ما تطلعي تقولي؟ كنت مطرح ما كنت. عايزني اعمل ايه؟ أشق هدومي ولا ولع لك في نفسي عشان ترتاح؟ انت بتبصلي كده ايه يا اخوي؟ قوم اديها على من على السدح هدول يفوقوه. كده وريها العين الحمر، انا عايزاك تشكمها كده وتجيب مناخيرها الارض. ما انا شكمتها وجبت مناخيرها الارض. براوه عليك يا توت، براوه عليك يا حبيب. بلك يا عدنان؟ ايه انا حاسه انني كده مبسوطه، مبسوطه خالص، وحاسه يعني انني عروسه جديده. اي والله وانا كمان يا بنت مبسوط اول انبساطي، وانا كمان برضو حاسس انني عروسك عريس جديد. يا اختي يا اختي، طب اقول لك على حاجه كمان. ايه؟ انا حاسه انني النهارده ليله دخلتي. بجد يا بنت؟ بجد يا توتو؟ بجد 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 بجد. أول ما عينيا جت على عينيك حبيتك، نفسي روحي تضم روحك. استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا دي الوليه، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ الداري يا حلوه الداري. يخرب بيتك وليه، انت على طول يا وليه طالعه لي زي القدر مستعجل. يا اختي لو غيرانه وبتهري مني اعملي زيي.
اعمل زيك؟ ليه؟ اعوذ بالله. يوه وماله زيي؟ ما انا زي الفل اهو. اهري يا مهري وانا على مهلي. الارض بارت وشققت وخلاص، والجدر لما تعملي فيه ايه؟ ما منوش فايده. يا وليه لمي روحك بدل ما رقعلك على صدقك اللي طول كده دي. وانا يا حبيبتي وولادي الخمسه كده هننزل ناكلك اكل بسناننا. يا اختي جاتك نيلي عليكي وعلى عيالك الخمسه، جاتك نيلي. سديتي نفسي؟ شفت اللي تنكسر رقبتها ويعددوا عليها من بدري بتقول لي ايه؟ ما قلت لي جايبه لروحك وتعبه نفسك على الفاضي، ما قلت لك اتجوز واجيب العيل وما هي بقى تلاقيها مكتومه وملكومه. لا ما خلاص، ده البشاره بانت وبين كده المراد حنوله وحكيد العزال ان شاء الله. نظيمه برضو اقطع دراعي من رجلي اما كان كل الكلام ده اوانطه في اوانطه. لا ما انت اصلك ما عرفتش. ايوه ما اعرفش ومش عايز اعرف. بعدين ايه اللون اللي انت لابساه ده؟ انت عندك الحظبه؟ انت احلى لون يليق عليكي اللون الابيض من فوق راسك كده لتحت رجليك. ايه يا عدمان وهنا لسه عروسي؟ لا الكفن. بعد اللي يقولون عليها في منتصف في الجبهه. ازيك زعلانه يا فاطمه؟ انا مش زعلانه منك يا ابو العيلة، انا زعلانه من الدنيا. ملعون ابو الدنيا اللي تزعلك دي. طب ايه رايك انا هاخدك ونروح مقام سيدي السايح النهارده؟ صحيح يا ابو العيلة؟ ايوه صحيح، وهنقضي اليوم كله هناك. يا ما انت كريم يا رب، يا ما كان نفسي اروح يا ابو العيلة، ده انا صدري طابق علي وقلت يا رب يا رب نولها لي، اقرا الفاتحه المقام سيدي السايح وادعي ربنا يعدلها لي، يعدلها لنا ونبي يا رب. امين يا رب امين. يلا يا بنت يلا بينا. يلا انا بقول لك اه عم ده عشان ما تقولش ما حدش نصحني، الست اللي اسمها راويه دي لازم تخلص منها عم. ايوه مش انا سيدنا السايح زارني في المنام وقال لي بنت يا حفيظي انت لازم تنزلي على المنصوره وتزوري مقام شيخ الحسنين. بقى سيدنا السائح جالك انت في المنام؟ ايوه. ايه كتير علي؟ لا مش كتير ولا حاجه، بس يعني هو سيدنا السائح يرضى لنا بالغرامه ولا اداك حق المواصلات؟ قلت ايه يا عثمان؟ قلت لا طبعا، ما تروحيش في ايوتها حته لوحدك. ده يا لا تكون بتخاف علي. لا يا اختي خايف منك، تروحي تعملي لي عمل ولا تشبشبيلي؟ ما تخافش، وبعدين انا مش هروح لوحدي، انا هاخد نظيمي. يا دي نظيمه يا وليه، قلت لك بعيده عنها الوليه دي، شو وهتجيبك لورا. عثمان انا هروح بكره مع نظيمه، واديني بقول لك اهو عشان ما تقوليش خرجت من غير ما تقول لي. وبعدين على المصاريف والكلفي انا هصرف من مالي. ياك تروحي ما ترجعي، يكلموكي ما تسمعي، يطفحوكي ما تشبعي، ياك تعطسي كده قوم وشك يقع مني ويحتار فيه الحكمة ويركبولك بداله ايه؟ ايوه يركبولك بداله كرومبة وتزرعي. طب يركبولك بداله مراية واللي يطل في وشك كده يشوف نفسه قوم تتجنني. تعرفي يا بهاني البلد دي بلد عجاي، والختم الشريفة دي بلد عجاي، ديك النهار عاوزين يطردوها من البلد كلها، والنهارده بيدعوا لها كل دي عشان كام حته لحمه وزعتها عليهم. طب ما هم هياكلوها من هني وتاني يوم تنزل في الرشاح من هني ولا اكن حاجه حصلت. بلد عجاي يعني الحلو يبقى حلو طول ما هو بيدي ومعاه، والعفش يبقى عفش لو معوش ولا بيديش. يعني يا بهالي العمده عثمان ده هو لو وزع على كل واحد فيهم نص فرنك هيبقى حلو زي الفل. يمين بالله دي بلد عجاي، والختمة الشريفة بلد عجاي. خدي هني ضعفين يا بقى. لا اله الا الله. بتكلم نفسك ولا بتكلم مين؟
فيه ايه؟ فيه ايه يا مناري؟ سيبتي مفاصلي حرام عليك. حرام عليك انت يا حسان، احلفك بكل غالي كنت تعرف مكان محروس تقول لي ان شاء الله يخليك نفسي اطمن عليه. وانا هعرف منين بس يا بنت الناس؟ انا مالي؟ طب شوف والنبي ما تخاف، انا مش هاجي يمته ولا هتحدث معاه، بس اشوفه كده من بعيد لبعيد ان شاء الله يخليك ويسعدك. يا مناره مش بايدي صدقيني، انا هعرف منين؟ يا مجنون يا اللي بتكلم نفسك يا خاين، ان شاء الله تتجني كمان وكمان وتمشي حفو العلي زقلوك بالطوب يا كاتم شهاده الحق. وليه بس الغلط ده هو يا بنت الناس؟ ده انا غلبان غلبان ومحروس ده صحري والختنه الشريف. ومحروس كمان غلبان، والغلبان اللي بيجي على الغلبان اللي زيه عمره ما بيكسب. يا بنت الناس والختمه الشريف يا محروس ده صاحبي واني انت شيطان شيطان يا حسان، اللي بيكتم شهاده الحق بيبقى شيطان. ايه الشغل ده؟ فين الخول الزفت اللي هنا؟ انت يا خول الزفت؟ انت يا نيل؟ نعم يا عمدتنا. ده ايه الشغل ده؟ انا شايفك يعني رخيرهم الحبل على الغارب وهم بيحسسوا، اللي يقيم ظهره من على الارض تخصم له اليوميه كلها ويشتغل لاخر النهار. انا مش عايز حد يرفع راسه ابدا. حاضر يا عمدتنا. يلا غو. ايه يا عثمان؟ سرحت في ايه؟ انا بقول يعني ازاي امشي يا واد التوام من هنا امشي. انا بقول يعني ازاي بقى ما اتجوزهاش اللي قبل 3 اشهر؟ ده انا ما صدقت انها اتطلقت. يا عمده ايه العده دي؟ شرع ربنا يا عمده، مش كلام بني ادمين. ونعمه بالله. طيب من هنا بقى للثلاث اشهر دول تيجي تقعد عندي في الدوار؟ ما ينفعش يا عم. تقعد عندك ايه وكلام الناس؟ يا دي الناس. وهي قاعدة فين دلوقتي؟ قاعدة في دار الشيخ محمود. لا إلا دي؟ إزاي؟ لا 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 لا، تقعد ترغي معاه وتحكي وتتكلم وهو يقلب دماغها علينا بكلامه الزفت دي؟ لا تيجي تقعد عندني في الدوار. يا عم طب والزفت حفيظ؟ يا دي حفيظي. أنا بس اللي مصبرني عليه إيه؟ أخوها الزفت البلطجي اللي اسمه السيد دي والمقاطيع اللي معاه، وإلا أنا كنت كتمت نفسي وخلصت منها خالص. بقول لك إيه؟ هي الأرض اللي ورانا دي مش أرض راوية؟ ايوه الارض دي بتاعتها فعلا. طب انا قلت لك قبل كده تروح تقول لها تديني الارض دي عشان هي اسمى ارض اتنين. خلاص يا عم نرو. انا مش عايز اقول الكلام ده تاني يا مبروك. خلاص يا عم ده هنروح ليه؟ اطلع يا ولا اطلع، وانت هم مجري انت وهو. خبرت لا اللي جابوه دلوقتي ده بس. ايه الحلاوه دي؟ اللي جابك هنا يا عمدي؟ ايه اللي جابني؟ ده مقابله. انا اللي جابني الشوق، النار اللي قايده جوايا. انا من ساعه ما شفتك وانا حالي اتلخبط، نفسي بقى يا بنت انا وانت نبوس البوس ونحضن المشاعر والاحاسيس ونعيش الوهم في الخيال. ايوه يا عمده يعني، بس انا يعني بس انت ايه؟ انت مش عارفه انت ايه؟ ده انت على بالي ليل نهار، اتلفت اشوفك، اصحى اشوفك، انا ما اشوفك، انت عامله لي ايه؟ ده سحر ده ولا شعوذه؟ يا عمده يا عمده حرام عليك يا عمده، ده انا لسه حتى في شهور العده. طب وماله؟ هو ايه اللي وماله؟ لا اخس عليك يا عمده، اخس عليك والف اخس. أنا اللي كنت فاكراك بتحبني بحق وحقيقي، تطلع كده؟ لا يا عمدة لا، اللي يحب حد ما يخليش شكله كده. وبعدين يعني أنا كنت فاكرة إن أنا غالية عندك ومترخصني كده؟ لا لا لا، أنا زعلاني زعلاني خالص. أنت عايز الناس يعني تمسك سيرتي ولا تمسك سيرتي؟ يا بنت سيبك من الناس، طز في أم الناس كلها. إزاي بس طز في الناس؟ يا بنت اسمعي بس، تعالي بس افهميني، أنا عايزك بقى إيه؟ تنسي كل اللي حواليكي وتفكري فيا أنا لوحدي بس دلوقتي، ها؟ وانسي الناس خالص. طب ازاي انسى الناس؟ طب اقول لك لو نسيت الناس هقول ايه لربنا؟ ها هقول ايه؟ يعني انت يا عمده ترضاها لي تخليني ارتكب الذنوب دي كلها واخد بربنا مني؟ يا بنت بالي هتجوزك وربنا عارف كده، ده جواز حلال يعني مش حرام، هو الحلال بقى حرام. يا عمده انا عارفه ان هو حلال،
بس يعني عمدة. انت اللي عمدة وعمدة العمد. انت عمدتي. قولي يا عمدتي. هقول يا عمدتي وهقول كل اللي انت عايزه، بس لما يبقى في الحلال. وبعدين يا عمدة، انت فاكرني يعني مش رايداك زي ما انت رايدني؟ بجد يا بنت انت كمان رايداني؟ ايوه طبعا رايداكم. وليه؟ امال مالك؟ ماليش، بس هي يعني كل المشكله ان انا يعني مش عايزاك تيجي هنا تاني. والنبي يا عمده ما تيجي هنا تاني. انا مش عايزه الناس تفضل شايفاك داخل خارج عليا كده وانا ست قاعده لحالي في دار. ايه ده كلام برضك؟ الناس هيمسكوا سيرتي يا عمده. خلاص، اي اوامر تاني؟ يعني هو طلب واحد بس، عيالي. ماله سلامته؟ اصل بصراحه كده هم متمرمطين اخر مرمطه من ساعه ما دارنا ولحت. وبعدين يعني انا مش عارفه اتصرف ازاي، فلو يعني فيها تباتي ولا سقالي. خلاص نديهم دار تانيه يقعدوا فيها، بس انت اسمعي الكلام بقى. هسمع والله كل اللي انت عايزه. ربنا يخليك ليا يا عمده العمد كلهم. في طلب كمان. اموري. نفسي ازور اولياء الله الصالحين اللي في مصر. مصر وتروح الواحد؟ لا ابدا، لا يمكن. ازاي بس؟ لو خايف عليا ممكن تبعت معايا حد من الغافر. لا لا لا، غافر ايه؟ انا ما استأمنش عليك اي نافر. اقول لك نروح انا وانت مصر ونقضي يومين هناك، وهناك بقى فيه مراجيح ونتمرجح انا وانت ونسيك الدنيا. يا عمده ما ينفعش يا عمده، لازم نبقى في الحلال. ما ينفعش يتقفل علينا باب واحد واحنا لسه ما اتجوزناش. ايوه صح، هو ده الكلام. يوه يا عمده بقى، ما تبعدي ايدك عني بقى بدل ما صوت الم عليك الناس. يا بت بتهددي لي كل شويه بالناس. صوتي لم الناس، انا عايز الناس تتلم. انا عايز حد في البلد دي يقدر يقول لي تلت التلاته كام. طب ابعد عني بقى يا عمدي، والله لو قربت مني تاني لكم موت انا نفسي. خلاص 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 خلاص، انا همشي همشي والله. انا كده اتاكدت وعرفت ان انت صخ سليم وزي البرلانت. ايوه امال، ما شاء الله. انا همشي وخلاص يا ست، هانت لحد ما تبقي في داري ومراتي وعلى ذمتي. اصبر كمان شويه، ما فيهاش حاجه. انا ماشي اهو، أنا ماشي. يا لهو بالي تموت نفسها إيه؟ ده أنا أموت أنا. لا أيوة الله، بقولك إيه، أنا ماشي أهو. وإنت لو احتجت أي حاجة شيعيل على طول، ولو ما احتجتيش حاجة برضو شيعيل. بقى يا بنت عشان تمشي ساعة تلبسي في هدومك. يا لهوي يا مستهوي، يا خرابي يا عرابي. ايه دي؟ في ايه؟ هو انت تاخد غرضك وتزقني على بر؟ في ايه يا عمد الله؟ ايه يا بنت، انت هتسامري معايا ولا ايه؟ وبعدين بعد كده ما تبقيش تحط الريحة الغامقة اللي انت حطاها دي. عيني علي، ريحة ايه عشان احطيه؟ وانا حلت ريحي؟ دي ريحة الجلة اللي في الزريب. يبقى بلاش الريحة اللي بتطلعيها دي، ما تطلعهاش تاني. عارف يا عمدي؟ مش عارف. وانت بالسروال بتسوي الهوال. ايه الكلام دي؟ اجيب لك حفيظي؟ بس يا بنت عيب. لا اجيب لك حفيظ. لا اختشي بقى، بلاش قلة قيمة. طب بقول لك ايه؟ كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا اختي. يعني العيدية. عيدية ايه يا بنت؟ ايه الطمع ده؟ طمع؟ ليه؟ كنت اخدت ايه اولاني عشان اطمع في التاني؟ ما تجيب العيديه. ايه انت بتاخدي وتنكري؟ اخدت ايه منك يا عمدي؟ ايه يلا يا بنت امشي بقى يا بنت. طب بقول لك ايه، بلاش، انا عارفاك ايه وشوح، مش هتديني العيديه. ما تجيب بوس؟ لا. ليه كده اهو؟ طب انا عايزه بوس. لا انا بعد كده ببقى عرفان من نفسي. وانا قرفانه منك بس عايزه. طب غوري في ده يا بقى، مش ناقصه قرف. لا بوس. بقول لك ايه، يا بنت عيب بقى اختشي. طب انا عشان ما بحبش كده. ايه دي عمدي؟ بقول لك ايه، هديك على وشك على بطهول. اهي. طب بقول لك ايه، زق ايه. ايه يا اختي؟ زق ايه؟ ازقني يلا عشان اطلع بره. زق ايه؟ ايه ايوه. لا ممكن اديكي خنيه. يلا من هنا. اللي يجي منك حلو. يلا غوري بقى. خنقي. يا بنت بس بقى. زق ايه؟ يا بنت اختشي بقى. زقني زق ايه؟ ايه قلة القيمة دي؟ يخرب بيت ملامحك. ما انا اللي بجيبه لنفسي. ايه والله انا عمال ارمرم يمين وشمال. فينك يا فاطمة؟ أحلى حلاوة. أحلى واحدة في الكفر كله.
طب تعمل ايه هنا؟ ايه يا عمده سلامتك؟ ده بيتي. انت مش مفروض تكون في الجامع. خبر ايه يا عمده؟ ياك العساكر والغفر بتوعك تعبوا من التدوير والتفتيش على ابو العله. قلت تاجي تدور بنفسك؟ دخل علينا الدخله الواعره دي. لا يا اخويا العساكر بتاعه والغفر ما تعبوش ومش هيتعبوا ابدا، وهيقلبوا البلد دي فوقاني تحتاني لحد ما يطلعوا بيه، وانا بقى ادخل مكان ما يعجبني في الحته اللي تعجبني وقت ما يعجبني. يدخل في المكان اللي يعجبه في الحته اللي تعجبه وقت ما يعجبه. ايوه في الحته اللي تعجبه يدخل. بدي يا بيت، انت بتسرق اللبن يا بيت؟ اني ابدا والله يا جريب العمد. وط صوتك، انا شايفك بعناية دول وانت بترضعي. ابدا والله داني، بس كنت بشوفه يعني. ليكون ليكون ايه؟ هو يا بنتي هبله اللبن هينزل من درع الجاموسه قاطع ولا حامض؟ يخرب بيت هبلتك على بيت حلاوتك. بس انا يا بنت انا مسامحك، مسامحك بالقوي خالص. ربي يخليك يا جناب العمده. والله يا جناب العمده انا غلبانه. انا عارف غلبانه، غلبانه وحلوه، حلوه حلاوه الحلويات كلها. عارفة يا بنت لو كانت ستك حافظة اللي شافتك وانت بترضع اللبن دي، ايه دي؟ دي اللبن غرقك خالص وغرق. تعالي بنت ما امسحهولك، تعالي امسحهولك. بس انا همسحلك اللبن مش حاجة تانية. انا همسح. انا ايوه أنا أنا امسح يا عمري، امسح بس بحنية. هو في ايه يا حفيظة؟ جرى ايه؟ يا مسح للغرب وشايل ذنبهم، امسح لأهل بيتك وخد أجرهم. ايه الكلام دي؟ ايه الغرب؟ بتغوري يا بنت انت تجيبي بايت الوضوء اللي انا قلت لك عليه؟ انت مصحينه ولا مصحينه؟ يعني ميه وضوء؟ والله انت ما قلت لي جيبي ميه ولا حاجه يا عم. والله يا ست حفيظه ما قال لي جيبي ميه ولا حاجه. ايه يا حاضر يا عمي، انا هجيب لك كل اللي انت تامر به، بس انا ما انت ما خدتش امري باي ميه ولا غيره. والله العظيم ما حصل. البنت بتستهبل، بتستهبل. استني هنا يا بنت. ايه يا عمي هتتوضى هني؟ انسيت، ما انت غاوي وساخي. والله يا ست فوري بقى دمي بقى يا حفيظة على الصبح، فوري دمي. والله يا ست حفيظي ما حصل، ده جناب العمدي. والله اخلصي يا بت. انت ايه انت تكوني علشان تجيبي سيرة العمدة على لسانك؟ ليه بس كده يا ست حفيظي؟ ليه انت تحطي لسانك في بقك وما ترديليش الكلمة يا بت، وتاخدي بعضك وتغوري من هنا وما شافش وشك؟ والله يعني كنت جيت هنا بخطري ولا انا يعني كنت جيت هنا بخطري؟ لا بقول لك غوري يا بنت، بقول لك غوري. ما انا عارفه يا اختي انه مش بخطرك، عارفه انه مش بخطرك. استغفر الله العظيم وكل ذنب، استغفر الله العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا سلام، تعجبني وانت تقي وانت بتخاف ربنا. الظاهر ان الواحد لا هيتوضى ولا هيصلي في اليوم ده. ايه ده؟ نهيتك ما انتهيت، والطبع فيك غالب يا عتمان. يا ساتر، قطعت النسوان وسيرتها والرجاله اللي انياه. ايه دي؟ تجيش شطل النسوان كده كلهم نخلص منهم ونرتاح؟ لا نرتاح ايه، ده كده هنتعب. ايه والله، لا ده انا تعبت اهو، تعبت قوي. انت بتعملي ايه؟ بسم الله يا بيت. يا لهوي يا بيت، يا لهوي يا عمدة. راح فين؟ لا تعالي معايا، هو انا هسيبك يا بيت؟ انت يا بيت العمدة كده اهو، اهو ست فاطمة هتشوفنا يا سيد العمدة. انا ماليش دعوه،
انت كده جايه جنب السلاح وكده ممكن السلاح يطول. يا بيت يا بيت انا عايزه ادوق المانجا اشوف هي عويس ولا هي زبديه يا سيد العمد ولا مانجا ايه بالظبط. يا سيد العمد بقى يا بنت عمدة ايه ده انت العمد ده انت عمدة العمر. ست فاطمه هتشوفنا انا مش عارفه ما تجيبيليش سيرتي كلميني عن ماني. يا بنت انا بحبك حب ما حبوش الاحباب للحبيب يعني حبك بيه حب جامد قوي. يا بنت انا واخده بالك انت ازاي يعني انا لما بشوفك كده واخده بالك انت ايه دي ايه دي يا لهوي يا لهوي يا بنت اسكتي بقى بلا فاطمه بلا بط. بصي غمضي وشك غمضي وشك واسكتي خالص. يا بنت اسكتي بقى بلا فاطمه بلا بطه بقى مش كل حاجه فاطمه فاطمه انت اللي طلع عليكي فاطمه. بصي لاني عبريني انا يعني استعنيني انا انا واقف قدام منك اهو سيبي بقى من ايوتها حد تاني انا وانت لوحديني وبقيت شفتي يعني اللي اتكسر ايه الصلب. يا ستي هي بتاعتي ما تولع قولي لها العمده اللي كسرها انت ما تجيش صالح بحاجه. انا اكسر اللي انا عايزه وادشدش اللي انا عايزه واعمل اللي انا عايزه وقت ما انا عايز واخده بالك انت ازاي. اصل انا يعني انا من ساعه ما انت جيت البيت هنا اهو وانا زي ما تقولي يعني ايه يعني ايه يا اخويا مشمشوك مشمشوك ومرمرك ومنيرك ب 60 نيله. غوري يا بنت غوري امشي استنى انت رايح فين؟ البنت كسرت اللمبه والنبي ده انا اللي هخسر رقبتها ورقبه اللي اتشدد لها اللمبه بقى هي كده بعد كل اللي عملته عشانك تعمل فيا دي كده. انا عملت ايه؟ ايه وانا مش عارفك يا ابنها انت عارفه اهو. حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل فيك بعد ما بيع جوزي وابو عيالي وعيالي كمان تعمل فيا دي كده. يا بنت انت فاهمه غلط خالص. امال ايه الصح يا اخوي ايه الصح؟ انت مخك راح لبعيد. راح لحد فين؟ فهمني وقول لي. ما بالراحه طيب عشان افهمك بالراحه واحده واحده. انا قاعد على المكتب بشوف شغلي ومن البيت واقفه ومتكسره اللمبه اسيب ايه؟ مال سايب ده؟ مال حرام يعني؟ يا بنت يا بنت يا هبل انت وانا يعني ابص لواحده زي دي معقوله اني ابص لها؟ لا ولا ده تتعمي عينيا ان انا ابص لها. ده انت الحلاوه كلها والجمال كله. اي والله هو في احلى من كده يعني كناها حلوه يعني؟ لا هي ما تملاش عين انت بس اللي تملى عين. لو كلامك الحلو ده اللي بيخليني اسامحك. طب بقول لك ايه بقى؟ اتخيب اتخيب انت فاكرني نسيت ولا ايه؟ هي نيتها مش صافية، البنت نيتها مش صافية. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ يعني لا ديه ولا ديه؟ الزعيم ملوش لازمة يا حسان، ما أنت عارف كل حاجة، اسمع كلامي. أنا مش هسكت، ولازم أعرف الضلالي ده راميني هنا ليه؟ إيه إيه؟ هو أنا فتحتك ولا إيه؟ هتقعد تجعر وتزعق تاني؟ أنا ورايا بيت وعيال صغيرين، أنت يا عمدة راميني هنا ليه؟ عايز أخرج لهم. خلاص خلاص اديك زعقت شويه سيبني بقى الف سجاره الهي يعمر بيتك. انت يا غفير يا زفت انت نعمين يا حضره انت وقت السير معاه الكلب ده لو صوته طلع تاني تحط له بلغه في بقه تخرسه بيه. حاضر. انت مين هنا ليه؟ والله بقالك صوت يا حسان وبقيت بتزعق وبتتكلم بس الحق مش عليه الحق عليا انا وعلى طيبه قلبي. أنا لو كنت خليتهم حبسوك بتهم ضياع سلاحك الميري كنت عرفت إن الله حق. أنا عارف ربنا كويس وعارف إنه حق. الدور والباقي اللي ما يعرفش ربنا من الأصل. تقصد مين يا هلا؟ أنا قصدي أقصدك أنت. أيوه أنا خلاص ما عادش يهمني وما عدتش أخاف منك يا عتمان. عتمان؟ كده أهو من غير العمده ولا حاجه ابدا. عمده؟ هو فين العمده دي؟ يعني ماليش عمده والبلد كلها ما فيهاش عمده ودلوقتي بالاخص هي عمرها اصلا ما كان فيها عمده. دلوقتي بالاخص البلد ما فيهاش عمده يا عتمان. والله بروح عليك يا ولد الولد جانا الرسمي البلد ما فيهاش عمده يا ابن العبيط. ايه؟ امال انا بقى ايه؟ خيال معاك ايه؟ ايوه العمده ده اللي يخاف على اهله ويساعدهم على المعايش يرعاهم ويعليهم مش يسرقهم ويمص في دمهم. ايوه 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 علمني يا غالي فهمني يا غالي نورني منك مستفيد يا اخوي. انت شايف بقى ان البلد ما فيهاش عمده
مش كده؟ ايه؟ أنا بقى هوريك البلد فيها عمدي ولا ما فيهاش عمدي؟ انت يا غفير يا زفت انت. نعم ايه؟ سامع الهبل اللي بيقوله ابن العبيطه دي؟ تروح دلوقتي بقى تلم لي الغفر كله وتسحب لي الحمار ده على بره وتجيب لي معاه قربان عشان اوري البلد كلها اذا كان فيه عمده في البلد دي ولا ما فيش.